بغيت نشوف انا ندير العمليه، بغيت نشوف غا ولدي نجيبو حدايا نقريه ندير يقرا. بغيت اللي يعاونني، بغيت ربي يعاونو لا في الدنيا لا في الاخره. بغيت انا بغيت غا نشوف غير عينيا، ما عنديش المشكل في الدياليز ولا في الصحه ديالي، بغيت انا غير عينيا يرجعوا لي. بغيت غا ندير العمليه، وعمليه غاليه عليا بزاف. السلام عليكم، انا سميتني خديجه مسناوي من نواحي اكادير الخميسي تعميره. انا غنحكي لكم المشكل ديالي شنو واقع ليا. انا عندي السكر ضرب ليا الشبكه ديال العينين، عندي العروق ديال العينين طرطقين بالدم. درت العمليه على عين، على هاد العين ما نجحاتش ليا، ودابا انا ما عنديش باش غندير العمليه. قالوا لي غادي ديري العمليه على عينيك بجوج، ودرت العمليه لهادي ما نجحاتش ليا، ما كنشوفش بها. من بعد ما درت العمليه العينيه ما كنشوفش، ما نجحاتش ليا العمليه. وعندي دابا هاد العين عندها الشبكه مقلعه، ما كنشوفش بهم نهائيا، ما كنشوف حتى حاجه، كنشوف غير الدم، كنشوف غير الدم في عينيا. وانا كندير الدياليز، وعندي الولد عنده 5 سنين، مشى نهار مرض داه باه، ومشى داه البلاد عند مو، مشى داه مو دابا تما، ما كيقرا ما حتى حاجه، وضايع مسكين. بغيت نشوف انا ندير العمليه، بغيت نشوف غا ولدي نجيبو حدايا نقريه ندير يقرا. وغا امي اللي كتعاوني مسكينه، هي اللي كتشري ليا الدواء، هي اللي مقابلاني وخدامه غا بالنهار 14 100، مقابلاني كنمشي ندير الدياليز كتلقى ليا، كتمنك وتمشي تلقى ليا الشانطي وتجيبني، كيحطني ترونسبور في الشانطي والحال بعيد عليا. كتمنك مسكينه، كندير يومين ديال الدياليز في السيمانه، كندير نهار الجمعه ونهار الثلاث، دايره المكانه هنا. ها هي اليوم الثلاث خرج من الدياليز، درتو اليومانيت، ها المكانه فين دايرها. بغيتكم اخوتي المحسنين تعاونوني، بغيت ندير العمليه، بغيت غير ندير العمليه، بغيت اللي يعاونني، بغيت ربي يعاونو لا في الدنيا لا في الاخره. بغيت انا بغيت غنشوف غير عينيا، ما عنديش المشكل في الدياليز ولا في الصحه ديالي. بغيت انا غير عينيا يرجعوا لي. بغيت غندير العمليه، وعمليه غاليه عليا بزاف. عندي داك الشيء الدم في عينيا كيطلب ليا، قال ليا 3 المليون للعين، وانا ما عنديش داك الثمن. انتم كتشوفوا حالتي، ما عنديش، وما كان ساكنه غير عند خويا انا وامي، ومره نجي عند اختي، واختي غير كاريه حتى هي، خواتي كاملين كاريين، ما عندهم حتى حاجه، وخوتي حتى هما ما عندهمش باش غيعاونوني. الغالب الله ما عنديش، والوالده ما عندهاش، وبا راه ميت الله يرحمه مسكين، وغامي اللي واقفه معايا. كنمشي للسبيطار كتمشي معايا كتبعني، كنطيح كل مره بالكلاوي، كانت بالعينيه ما كيضروني كيحرقوني، كندير الدياليز عينيه كيحرقوني بزاف الدياليز. وبغيتكم يا اخوتي المحسنين تعاونوني. ما بحالهمش، راه ما عندهم مالو، راه غير مالي خدامه، مرات تخدم مرات تجلس، تلقى ليها راه كتمشي للسبيطار، راه ما كاين، راه ما خوتها راه ما عندهمش، راه ساكنه غير عند خوها، راه ما عندهمش، راه ما بحالهمش، راه ما عندهم مالو. ايوا هادشي اللي كاين. اش كطلبوا ليها؟ وكنطلبوا ليها الناس اللي كيسمعوها كاملين تكون فيهم شويه د الرحمه، يعاونوها. ما ربانا تشوف غير بعينيها، راه عندها الوليد صغير
راه واخا جا عندها راه ما كتشوفو ما والو والو. بنادم مني كيشوفش راه ما. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.